مساء الخير عليكم، ورجعنا لكم بالفقرة التانية من برنامجكم كلام كبار. أنت لست معي فأنت ضدي. للأسف ثقافة تقبل الرأي الآخر مش موجودة في مجتمعنا. مادام رأيك بيعارض رأيي يبقى أكيد رأيك غلط. ليه؟ كل رأي هو قابل إن هو يبقى صح وقابل إن هو يبقى غلط. ده اللي هنتكلم فيه معاكم النهاردة، ولكن في البداية أحب أرحب بزميلي ماركو. مساء الخير عليك يا رشا، ومساء الخير على كل المشاهدين. حلقة جديدة وفقرة جديدة من برنامجكم برنامجنا كلام كبار. النهاردة هنتكلم عن مشكلة موجودة في مصر وفي الوطن العربي. النهاردة هنتكلم عن تقبل الآخر. دايما تقبل الآخر دي بتعمل أزمة دايما في كل على صعيد كل المجتمعات، إن أنا راجع جاي من خلفية معينة، جاي من ثقافة معينة، مش قادر أتقبل غيري، مش قادر إن أنا أقبل غيري بعاداته وبتقاليده. ممكن مثلا حد ليه ذوق معين في اللبس، حد ليه ذوق معين مثلا في ستايله، في شعره، في أي حاجة تخص هو الشخصية، دايما بنعلق عليها وبننتقدها. الموضوع بيوصل كمان لحد الإهانة. دي مشكلة كبيرة يا رشا بتواجهنا كتير جدا في مجتمعاتنا العربية وبالذات في مصر. يعني في مثل بيقول لولا اختلاف الآراء لبارت السلع. أمر طبيعي إن كل واحد يكون ليه رأي في لبسه، رأي في حياته، عشان كده كل حاجة بتبقى معروضة، اللي بيحب اللون الأحمر واللي بيحب اللون الأخضر، فكل حاجة موجودة في المجتمع. الموضوع ده برضو بيوصلنا لموضوع تاني، موضوع زي الأغاني وزي الأفلام اللي منتشر اليومين دول. يعني إن في ناس دلوقتي بتحب تسمع الأغاني القديمة، ناس بتحب تسمع أغاني المهرجانات اللي نازلة جديدة دي، ده مش معناه إن حد ذوقه وحش أو حد ذوقه حلو، لا، كل واحد ليه ذوق وكل الأذواق بتبقى حلوة، بس مش معناه إن أنت مختلف معايا في ذوقي إن ذوقك يبقى وحش، لا، ده مش منطق. زي برضو الاختلاف اللي بيبقى موجود دلوقتي بين الاجيال، بين الاب والام وبين الاولاد. الاولاد دلوقتي بتحبوا يتفرجوا على حاجات معينه طبعا ما بتنفعش مع الامهات والابهات، فده مش معناه ان الاولاد ذوقهم وحش، او مش معناه ان الجيل الجديد ذوقه وحش، لا خالص. الجيل القديم ذوقه حلو والجيل الجديد ذوقه حلو، كل الاذواق حلوه، لكن موضوع اختلاف الاذواق ده لازم يبقى وارد في كل حاجه، في اللبس وفي الشعر وفي الاغاني وفي الافلام وفي كل حاجه لازم تبقى موجوده. فعلا يا رشا، كتير جدا بتلاقي اب دايما بيقول لابنه ايه يا ابني اللي انت بتسمعه ده، مين يا ابني اللي انت بتسمعه ده، ما تسمع حاجه من القديمه، اسمع حاجه. هو كل فكره ان كل واحد ليه ذوقه، هو بيبقى بيتكلم عن من منطلق ذوقه هو. كمان يا رشا في حاجه كمان بنشوف فيها كمان الموضوع ده جدا، الرياضه والكوره على المستوى الاخص. يعني بنشوف دايما التعصب الكروي، وان انا مثلا بشجع فريق معين، بشجع بحب لاعب معين، دايما تلاقي الفريق التاني او اللي بيشجع الفريق التاني دايما لازم انتقده، ولازم توصل كمان لحد الشتيمه وممكن توصل لغايه التنمر على حد معين. دي كلها حاجات ليها علاقه بتقبل الاخر، ان انا اتقبل غيري وان انا ما اطلعش من بره انها رياضه او لعبه. دي بتفرق كتير جدا، لو احنا استوعبنا الموضوع ده فعلا هتفرق في سلوكياتنا وفي حاجات كتير جدا بتحصل معانا. ايوه، لازم استوعب ان اللي قدامي ممكن يخسر مره وانا ممكن اخسر مره، لازم اقدر استوعب الموضوع ده واقدر اتقبله، عشان ما هو كل حاجه مكسب وخساره، زي ما انا هكسب مره لازم اللي قدامي يكسب مره. برضو الموضوع ده كمان موجود في كل بيت، بين كل راجل وكل ست. لازم كل راجل وكل ست يعرف ان اللي معاه ممكن تكون دماغ مختلفة، ممكن يكون اسلوبه مختلف، ممكن يكون ليه ميول مختلفة، ليه طباع مختلفة، هو بيحب حاجة وهي بتحب حاجة تانية. مشكلة ده بيعمل خلافات كتير قوي في كل بيت، وممكن توصل للطلاق بسبب الموضوع ده، ان لا انا دماغي كده وانا حابب ده، طب هي دماغها مش كده، او هي مش حابة الموضوع دوت، او اسلوبها حاجة تانية، او طريقتها حاجة تانية. ده مش معناه ان حد فيهم غلط، لا، هما الاثنين بيبقوا صح، بس الاختلاف وارد. لازم كل واحد يكون ليه حياته وكل اسلوبه، فزي ما انت عايز اللي قدامك يقبلك لازم انت كمان تقبل اللي قدامك وتقبل دماغه وتقبل تفكيره. فعلا يا رشا، لو اتكلمنا زي ما انت قلتي على الراجل والست، كل واحد فيهم ليه طباعه، كل واحد فيهم ليه عاداته اللي هو اوريدي بيتعامل على اساسها. لو ما تقابلناش بعض وما قبلناش عادات بعض وطباع بعض مش هنقدر ان احنا نكمل. فعلا في حاجه كمان ممكن تبقى بنسمعها كتير ما بين المحافظات وبعضها، بين الدول وبعضها، بين البلدان وبعضها، كل بلد وكل محافظه وكل دوله ليها عادات وتقاليد. احيانا كتير احنا ما بنبقاش متقبلين ده، كل واحد شايف ان هو صح، كل واحد شايف ان عادته هي الصح. احيانا كمان بنتريق على بعض. تسمعي كتير يا رشا كلمه فلان ده فلاح او فلان ده صعيدي، صعيدي مثلا. طبعا الكلام ده كله بيبقى راجع ان انا مش متقبل الاخر، مش متقبل ثقافته، مش متقبل عاداته، مش متقبل الاختلاف في حد ذاته. ان انا شايف ان ده مختلف عني يبقى ده ضدي، ده طبعا شيء طبعا مش صح، وده لازم ثقافه لازم كلنا نغيرها ما بيننا وبين بعض. ايوه، ده امر طبيعي، لازم كل بلد بيكون ليها عادات وتقاليد مختلفه، كل محافظه ليها حاجه مختلفه. زي ما انت عايز اللي جاي من بره او جاي من محافظه ثانيه يقبل عاداتك وتقاليدك في محافظتك، انت كمان لازم تقبل ده. مفيش حاجه اسمها ده صعيدي وده فلاح وده من القاهره، كلنا عادي، كلنا بشر وكلنا مختلفين.
الموضوع ده كمان مشكلة بنلاقيه في الأطفال، بقى منتشر كتير في الأطفال دلوقتي في المدارس. يعني دلوقتي بتلاقي المدرسة الواحدة فيها كذا مستوى اجتماعي، في ناس مستواها الاجتماعي كويس، ناس مستواها الاجتماعي متوسط، فبتلاقي الأطفال اللي هم مستواهم الاجتماعي عالي شوية بيبدأوا يتنمروا على الأطفال اللي هم أقل منهم في المستوى الاجتماعي. برضو لو حد أبيض دلوقتي تلاقي حد أبيض وحد أسمر، إيه ده أنت أسمر ليه كده؟ أنت غامق أنت. مشكلة إن الموضوع دون بقى في الأطفال نتيجة إن ده من الأمهات ومن الأجيال اللي قبلينا، بيشوفوا الحاجات دي كانت بتحصل قبل كده والناس بتتنمر على بعضيها، فدلوقتي بقت الأطفال بتتنمر على بعض في المدارس وفي الشارع وفي كل حتة للأسف. فعلا يا رشا انت حطيتي ايدك على نقطه مهمه جدا وهي التنمر. فعلا الموضوع ده بيبتدي مع الاطفال من وهي صغيره جدا، ده بيبقى راجع لعدم تمييز في حته ان انا ما ينفعش ان انا اتريق على حد او ان انا اقبل غيري حتى لو كان مختلف عني في الثقافه، في المستوى الاجتماعي، في لونه، في شكله، في ديانته، في اي حاجه. دي بتبقى نابعه من التربيه من الاول، وان احنا ازاي نربي اطفالنا ان هم ما يتنمروش على بعض وان هم يقبلوا الاخر بتفاصيله كلها. كمان في حاجه كمان يعني راجع للي احنا بنتكلم فيه ده كله، وهي الناس اللي بتتعامل مع الناس اللي هي مش قابله غيرها، الناس المتعصبه لرايها. في ناس بتتعامل معاها في نوعين يا رشا، في مثلا حد بيقاوح وبيعاند والموضوع بيوصل هنا المشكله وبيبقى عايز يثبت ان رايه هو الصح، يا داخل في معركه كده يا انا اكسب يا انت تكسب. في حد تاني بيريح دماغه بيقول خلاص انت صح، انت شايف كده خلاص انت صح، انا مش هتعب نفسي ومش مش اوجع دماغي في ان انا اقعد اقنعك وتقنعني، طالما انا مقتنع برايي وان انا شايف ان انا صح خلاص انت خلاص شايف ده صح، خلاص خلي رايك لنفسك. وده شايف ان هو الراي الاسلم يا رشا، ان انا اتعامل ان انا خلاص انت ده رايك وده رايي، احنا مش هنعمل خناقه بسبب ان انت ليك معتقد معين وانا ليا معتقد معين. ده يعتبر الحل الاسلم لكل المشاكل اللي بتبقى نابع عن اختلاف الراي او ان احنا مش متقبلين بعض او مش متقبل المختلف عني. فعلا المشكله دلوقتي ان في ناس بتبقى مصممه على رايها ومقتنعه ان انا رايي صح وانت رايك طول الوقت غلط، ومصمم ان هو رايه صح حتى لو هو مش قادر يتقبل حتى ان ممكن تكون الرايين صح، ممكن يكون الرايين غلط، هو مش قادر يتقبل الفكره دي، هو لا انا رايي كذا يبقى انت رايي انا هو اللي صح وانت رايك غلط. اللي هو بيجي يسالك يقول لك انت ليك رايك في الموضوع، فتقول له رايي كذا يقول لك لا والله انا مش عايز رايك. طب انت مش عايز رايي انت بتسالني ليه اصلا؟ طيب هو بقى هو مصمم على رايه، هو مقتنع برايه ومش حابب ان هو يغيره وخلاص، ما عندوش اقتناع. حتى ممكن انت لو قعدت تحاول معاه انك تقنعه براي تاني او تقنعه بحاجه تانيه، هو ما عندوش استعداد ان هو يستقبل منك حاجه اصلا، هو خلاص مقتنع باللي في دماغه وهو اللي في دماغه هو اللي صح. مظبوط. وده كمان على صعيد الشغل مثلا، اي اداره ناجحه لازم دايما يبقى عنده الراي والراي الاخر، لازم يسمع. لو اي مدير مثلا ناجح هتلاقي دايما يا رشا بيسمع اراء غيره حتى لو حد اقل منه، ده بينجح اي مكان حتى على صعيد الشغل، على صعيد حتى المستوى الاجتماعي. ان الناس كلها لو انا عايز احل مشكله اجتماعيه مثلا لازم اسمع من غيري ولازم اعرف غيري رايه ايه واتقبل رايه، مش بس الراي ما يبقاش وان واي، بيبقى انا بس اللي صح، انا بس اللي بقول الصح، انا بس اللي رايي. حتى لو اكتشفت ان انا كمان غلط، ممكن انا في ناس ما بتحبش ان هي تعترف ان هي غلط، في ناس مع الوقت بتكتشف ان رايها فعلا غلط لكن للاسف بتفضل متمسكه بيه من باب ان هو لا انا عشان ما اطلعش نفسي غلطان وعشان ما يبقاش رايي انا اللي في الاخر طلع غلط، لا خلاص انا رايي غلط وانا بيني وبين نفسي عارف ان هو غلط، وما عندوش حته ان هو يعترف ان انا غلطان. انا رايي كذا بس لا خلاص رايك انت اللي طلع صح فانا رايي اللي هو طلع غلط، لا خلاص بيفضل مصمم على رايه طول الوقت حتى لو غلط ما فيهوش مشكله بس انا دماغي كده. مشكله ان الناس دي بيبقى صعب التعامل معاها قوي، وبتلاقي معظم الناس بتبعد عنها اللي هي بتعتبر متعصبه في رايها قوي، ما عندهاش حته اللين وحته ان انا اخد ودي واقتنع براي حد تاني او ادي رايي. ناجحين كمان للاسف فعلا هتلاقيه مش ناجح في حياته لان هو طول الوقت دماغه ناشفه، ما عندوش ان هو ياخد ويدي مع اللي قدامه، مقتنع ان رايه هو الراي الصح وهو الراي الصواب. زي اللي بيحصل في موضوع الكوره زي ما قلنا، هو مقتنع ان انا فريقي لازم اللي يكسب. طب اوكي فريقك ما كسبش، ايه اللي بيحصل؟ بتحصل خناقات وبتحصل تنمر زي ما قلنا، وبيحصل حاجات وحشه جدا ما ينفعش طبعا انها تحصل، فلازم نقبل طول الوقت ان اللي قدامنا ممكن يكون في وقت صح ممكن يكون في وقت غلط، انا نفسي ممكن اكون في وقت صح ممكن اكون في وقت غلط. نفس الكلام للامهات برضو، لازم تقبلي ان ممكن مش معنى ان ابنك صغير ان هو طول الوقت غلط، لا ممكن يكون هو بيقول حاجه صح، ممكن يكون رايه صح، ممكن يكون الذوق بتاعه اللي هو بيحب يسمعه بيحب يلبسه بيحب يتفرج عليه صح، طبعا مش لازم يبقى غلط. في طبعا يا رشا مثال كبير جدا على الموضوع ده، في شركه موبايلات مشهوره جدا كل الناس عارفاها، كل الناس كانت ماسكه الموبايلات بتاعتها، جت في وقت من الاوقات خلاص هي اللي محتكره السوق، هي اللي محتكره البيزنس، فشافت ان رايها هي الصح، شافت ان مهما عملت كتسويق هي دايما صح، ما سمعتش راي اي حد تاني، وده ادى ان هي خسرت كتير جدا. بقت دلوقتي فعلا على يعني مستوى الشركات اللي موجوده دلوقتي مش موجوده، ده بسبب ان هي مش شايفه غير رايها هي بس، وشايفه ان هي بس اللي صح، ومش سامعه راي اي حد تاني، ومش شايفه ان اي حد تاني صح، هي بس اللي صح، فكانت النتيجه ان هي وقعت وان هي ما كملتش.
نفس الكلام اللي بيحصل بين اي في اي بيت بين اي زوج ومراته. دايما بتبقى الرجاله دماغها ناشفه ومقتنعه ان رايي انا اللي صح، مش معنى ان انا ست يبقى انا رايي غلط، لا ممكن يكون رايي صح. فهو بيفضل مقتنع، هو بيبقى فضل مقتنع ان رايه هو اللي صح، وده طبعا اللي بيهد بيوت كتير. صوابعك مش زي بعضها، وربنا خلقنا مختلفين وكل واحد ليه رايه. زي ما انت عايز اللي قدامك يقبلك بعيوبك قبل مميزاتك، انت كمان اقبله بعيوبه قبل مميزاته. في نهايه الحلقه نحب نقول جمله كده لكل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا: اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه. مش معنى ان انت ضدي، مش معنى ان انت مختلف معايا تبقى انت ضدي. ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده، ونشوفكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم كلام كبار.